أكيد هيحطها من خلف الحائط البشري. مبارك يحطها بالفعل وقوشيما وحاسب الفول والسلام لبوفيتش. بوفيتش والخطورة جول 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 حذاري من الفول وجول القادم من المناطق الخلفية فريدريك فرانس. لكن التراي والصدة بتاعت كواشيما كانت سيئة جدا. بيني وبين حضراتكم كواشيما طلعها ولا أسوأ. أدي الإعادة، أدي مرصوفة بقولها تتلعب من خلف الحائط. كواشيما حطها على الست ياردات، كوفيتش ما شتتش في حتة بعيدة، فكانت في المكان اللي موجود فيه أندري مازو يحرز هدف التقدم لفريق أنزلاخت في الدقيقة 31 من بداية اللقاء. قلت لكم حذاري، حذاري من الخبرات. وكواشيما كواشيما لو زق أقوى من كده، لو كافنس صاحب ال 32 عام وصاحب الخمس مباريات دولية وهدف التعادل، جول 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 جول، فعلها العجوز، فعلها الثعلب المخضرم ويسلي سونغ. أهلا بيك من كلوب روج يا سونغ، أهلا ومرحبا بيك إلى مدينة لير يا سونغ. طبعا ده لسان حال جماهير، جماهير ليرزا في لقاء اليوم. سونغ في الدقيقة 32 لسه بتكلم والله، لسه بقول عجباني الروح، عجبني الأداء. 10 لاعبين مقابل 10 مقابل 11 من أندلاخت، لكن رأسية رأسية من برج الإنارة من ناطحة السحاب. كوفيتش في اتجاه ويسلي سونغ وتصويب سونغ بالقدم اليسرى، جول التعادل وجول. وممكن ممكن ممكن تبقى مفاجأة الأسبوع، ممكن تبقى البداية القوية لإيريك فان ماير المدير الفني للير. تعادل بطعم الفوز لليرزا، وتعادل بطعم الهزيمة لفريق أندلاخت اللي بيلعب ب 11 لاعب ضد 10 من ليرزا. أعزائي المشاهدين، سعدت بكم في هذا اللقاء المثير، وإلى أن نلتقي بمباريات قادمة، هذه أرق تحياتي، محدثكم كريم خالد كامل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.